قبل ما ندخلوا المغاره ونكتشفوا الاعماق ديال المغاره خاصنا نعرفوا بعدا القصه ديال هذه المغاره. علاش هذه المغاره هذه ملعونه؟ طلعت لعنات فيها واحد العائله كامله ولاو كلهم على شكل احجار منحوته وسط المغاره. كيقولوا انه في القديم الزمان كانت واحد قوه خفيه واحد القوه عظيمه غادت على مين يمكن الدرون غادي تمشي لينا الدرون في هذه المغامره. كاين طريق من هنا كاين طريق من هنا والله ما عقلتش انا طريق جيت منه. شوتي كيريب كيريب كتريب هدريب ديال المغارة. السلام عليكم لافامي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في مغامره جديده. المغامره ديالنا ديال اليوم جابتنا الاعماق ديال جبال الاطلس. حنا دابا بالضبط واحد ديال ايميل شيل جينا اليوم باش نكتشفوا وندخلوا الاعماق ديال المغاره الملعونه، مغاره اخيام اللي كيقولوا ان هذه المغاره هذه ملعونه تلعنات فيها واحد العائله كامله في الداخل ديال هذه المغاره هذه ولاو كلهم على شكل احجار منحوته وسط المغاره. اليوم غادي ندخلوا لهذه المغاره هذه غادي نكتشفوا وندخلوا الاعماق ديالها ونشوفوا بعدا القصه ديال هذه المغاره. علاش هذه المغاره هذه ملعونه ونشوفوا واش شي كاين ولا ما كاينش. ولكن التحدي ديالنا هو اننا بعدا خاصنا نوصلوا للمغاره لانني انا ما عارفش هاد المغاره في كاينه. الحاجه الوحيده اللي عارفه هو انني دابا خاصني نتجه بين هاد الجبال هذا. قالوا لي حدك توصل لواحد البلاكه اللي هي صافي ودخل معها الطريق هذه باش نكتشفوا المغاره. ولكن قبل ما نبداو كنتمنى انكم تشجعوا اخوكم وحبيبكم مراد راسين تشاركوا في القناه تعطونا واحد لايك تخلوا لنا شي كومونتير يكون زوين بحالكم. الطريق تحدات غتبقى بوحديتها هنايا وغادي نكمل الطريق هنا على رجليا. راه منين جينا من ورا دوك الجبال الطوموبيله بقات لي ما كانت الدرون غادي تهرس على شويه. على مين يمكن الدرون غادي تمشي لينا الدرون في هذه المغامره هذه. شفت الضربات هاهي الفرفاره ترسات شوف ترس لي هاد الزنحه ديال الفرفاره. الحمد لله وحدين اخرين تاهما تنفسوا هنايا وراني الحمد لله. عرفتوا واحد اللقطه قلبي كان غادي يسكت عرفتوا تما تهابطه هكا ويت لك تدات لك الابراج الراسه وبدات كطير الحمد لله. عرفتوا كانت هذي كون طاحت كانت غادا تكون تاني درون غادا طاح لينا من بعد درون اللي طاحت لينا ومشات لينا مغامرة ركوب أطول وأخطر قطار كاين في العالم في موريتانيا. عقلتوا عليه ولا لا؟ عقلتوا على ديك اللقطة ديال الدرون باش طاحت لينا الدرون وترسات لينا. الحمد لله حفظها الله الحمد لله الله إلا الحمد لله الحمد لله. سمحي لي سمحي لي سمحي لي كنت غادي نهرسك غير باش تعرفوا واحد القضية راه مازال غادي نطلع الدرون. تقولوا لا صافي راه ما غاديش نطلعها هنا لا 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 باقا مكملين المغامرة ديالنا مازال خاصني نطلع الدرون الفوق حتى المغارة وداك الشيء. يعني دابا الحمد لله باقا غادا طير يعني واخا تهرست الجناح هذا باش نطلع لكم شي حاجة اللي تكون زوينة إن شاء الله. يلا نطلعوا نكملوا المغامرة ديالنا راه باقي ليا الجبل أنا كحساب ليا تكون قريبة. تاع راه بالي عرفتي الطونوبيل فين خليتها راه بعيدة بين دوك الجبال اللي اوه شحال باقا غادي نطلعو مازال فريمون مغامرة خطيرة. هادي غير البداية شوفوا غير البداية شنو وقع علينا الدرون كانت غادا تهرس ما فهمتش واش هادي شي إشارة ولا شي علامة أنني ما عرفتش. ولكن أنا غادي ندخل أنا غادي نكمل المغامرة ديالي وغادي ندخل الأعماق ديال المغارة. وأخيرا الحمد لله وصلنا للمغارة ديال أخيام المغارة اللي كيقولوا أن هاد المغارة هادي ملعونة. وهذاك الباب المدخل ديال المغارة شوف وهذاك اللي كيبان لتحت ليه شوفوا معايا سبحان الله العظيم الجمالية ديال هاد المغارة هادي شوف شوفوا ما شاء الله شوف كاين بحال واحد النافذة هنايا شوف بدات مشكلة هنا سبحان الله العظيم. غنطيرو دابا إن شاء الله الدرون باش ناخدو واحد السينيماتيك قبل ما ندخلو للمغارة.
اكتشافوا الاعماق ديال المغاره، خاصنا نعرفوا بعدا القصه ديال هذه المغاره. علاش هذه المغاره هذه ملعونه؟ حسب الاساطير والاقاويل كيقولوا انه في القديم الزمان كانت واحد العائله ساكنه في هذه المغاره هذه، ونهار العرس ديال الابن ديال دوك الناس اللي كانوا ساكنين في هذه المغاره هذه، الاب ديال داك الابن شنو غادي يدير؟ غادي ينوض، غادي يبدا يتغازل مع الزوجه ديال الابن ديالو. في ديك اللحظه كيقولوا انه واحد القوه خفيه، واحد القوه عظيمه غادي تلعن دوك العائله كاملين، وغادي يوليو كلهم على شكل حجاره، كلهم غادي يوليو جماد، غادي يوليو حجر في البلاصه ديالهم في الداخل ديال هذه المغاره هذه. ومن ديك الوقيته حتى شي عائله ما قدرات انها تجي تسكن هنا، ومن ديك الوقيته وهذه المغاره هذه ملعونه. هادشي هذا حسب الناس والاساطير والاقاويل، ولكن الا جينا للواقع وجينا للمنطق هادشي هذا بعيد على المنطق وبعيد على الواقع وبعيد على الخيال. هادشي هذا كيبان، المهم هذه كتبقى غير اسطوره من الناس اللي كيعاودوا، الناس القدام اللي كيعاودوا على هاد المغاره هذه، داكشي علاش تسمات ملعونه. المهم انا بغيت نعطيكم بعض المعلومات قبل ما ندخلوا لهاد المغاره هذه، ولكن قبل ما نبداو المغامره ديالنا وندخلوا لهاد المغاره هذه، كنتمنى انكم تشجعوا اخوكم وحبيبكم مراد رسان، تشاركوا في القناه، تعطونا واحد لايك، تخلوا لنا شي كومونتير يكون زوين بحالكم. ورسميا دابا الحمد لله بدات المغامره ديالنا. اول حاجه نقولوها قبل ما ندخلوا المغاره، بسم الله السلام عليكم. بسم الله السلام عليكم. هذه هي المغاره، هذه هي الدخله اللي دخلنا المغاره الملعونه هي هذه هنا، فين قال لك تلعنات هذيك العائله اللي كانت ساكنه في القديم هنايا هاد البلاصه هذه. الباب اللي دخلنا منه مابقاش كيبان، الطو ديال الله مابقاش كيبان، الطو ديال الله توالعنا معاه. دابا دخلنا للاعماق ديال المغاره هي، بسم الله. غادي نمشيو قدام، الطريق عقلو معايا على الطريق باش ما نتلفش على الطريق، حيت هادشي فيه بزاف ديال الدخاري وديال الخراجي. هادي هي الدخلة اللي دخلت معاها، شوف سبحان الله العظيم. هادشي هدا هادو هما الهوابط، هادشي كيهزو فيه الماء، الماء كيقطر منه، سبحانك يا جليل. كاينين دخالي كتلقاهم معذبين ديال بصح، وكاينين دخالي كتلقاهم رقاق، خصني نعقل غير على الخرجة منين دخلت ومنين خرجت. شوف سبحان الله الماء كيقطر هنايا، شوف الماء اكسجين بدا كيقلال، اكسجين بدا كيقلال دابا.
الغاز ولا في هاد البلايص هادو عندك نزلك. تقريبا شي 30 دقيقة وانا داخل دابا. عقلوا معايا على الداخل، دخلنا من هنا حيت كاين بزاف ديال المداخل وديال المخارج. الا مشيت تلفت هنا وانا بوحديتي غادي نبقى هنا، نبقى حاصل هنا. طلعت الفوق، طلعت الفوق من هنا، ومنين دخلت طلعت الفوق. شو كومونت دابا اللي دخلت، مازال غادي نزيد ندخل، غنزيد نغرق، غنزيد ندخل للداخل الاعماق، غندخل حتى للحد، حتى لاخر لحظه. كاينه دخله من هنا، كاينه دخله من هنا. حضروا معايا، ردوا معايا البال، البال منين جينا. ركزوا معايا، سمعوا، سمعوا شي صوت؟ سمعتوا؟ سمعتوا واحد الصوت؟ هادو الكلمات اللي قالت ما تمشي على الخلق. الطريق ها شوف فين وقفت، وقفت على الطين، الطين غادي يطيح. شو قسما بالله وقف عليه، ها هو غادي يطيح دابا دابا دابا. وقف عليه بحال هذا، شوف بحال هذا، ها هو. شوف منين نقصو كيدير، هو اللي وقف عليه. غادي يطيح، غادي يطيح دابا، غادي يطيح بيا هادشي. الله يحفظ، مين غادي يمشي؟ شوف انا درت لي بشويه. هو شو هادشي كيريب، كيريب كتريب، هدريب بيا المغاره. واو كليتها. كليتها، تقصحت. واو جاب الله، ما طحت على راسي، حفظني الله، حفظني الله، ما طحت على راسي. حيت تما طلعت في هذيك البلاصه فيها التراب، كاين تراب ناشف ودير بحال الحجر. انا حسب لي حجر ولكن هو غير تراب ناشف، الطين ناشف. طلعت فوق منه، والمشكل هادشي هذا كيظلق هنا. جينا من هنايا دابا بغينا نهبط، غادي نهبط تحت الارض. اكتشفنا لهيه، شو اكتشفنا هذيك البلاصه لهيه، مشينا حتى الاخر. هو بغيت نهبط هنا، ما عرفتش من غادي نقدر نهبط هنا تحت العمق، تحت الجبل. واش حنا دابا شي كيلومتر ولا جوج كيلومتر تحت الجبل، عاد ما عرفتش شحال باش هبطنا دابا. منين هبطت غادي نهبط نزيد نهبط للاعماق. Thank you.
تقريبا ضربنا تقريبا شي 4 كيلومتر وقيلا دابا اللي دخلنا تحت هاد المغاره هذه. راه بقيت غادي بزاف. المغاره الملعونه هي هادي. كاينه طريق من هنا، كاينه طريق من هنا، والله ما عقلتش انا طريق جيت منها. ما عقلتش والله ما عقلتش ما عقلتش. شكون طريق مشي مع هادي؟ بسم الله غنغامر ندوز مع هادي نشوف انا تمشي تخرجني ولا لا. ما عرفتش لا محال لا بلش من هنا من قبيلة وانا تالف هنا هادي وسط المغارة هادي من قبيلة. بغيتي نخرج بحالي دابا ما عرفتش من الطريق اللي غادي نمشي معاها. مشكلاتي كيتشابه كلشي كيتشابه هنا، كاع المداخل والمخارج كيتشابه. الله يحفظ يا رب السلامة يا رب السلامة شحفظني الله قبيلة. شو كنت غادي نتهرب؟ المشكلة كيف ما قلت لكم غلط، كان كيحسب لي هذاك الشيء طين حجر، هو مسرقش حجر هو سرق طين تقصاح مع الماء بقى مع الدوام الماء بدا كيضرب فيه ولا تشكل ولا الطينة قاصحة تيهبط هذاك الغبرة كيبان بحال الحجر. جيت انا هبطت فوق منه ما عارفش هبطت فوق منه. تخيلوا كنت طحت على راسي ديك الساعة الله يرحمني مشيت. شوف وين خرجت، شوف خرجت طريق مسدودة، طريق هنا مسدودة هذا هو الحد ديالها. كاين طريق من هنا مشكلة، وصلت للطريق كاين لتحت. بقيت كندخل مع دوك الجناب وبقيت كنطلع مع الطلعات ونهبط مع الهبطات، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل اللي وقع ليا دابا. قبيله كنا طلعنا مع واحد الطلعه، هي لقيت واحد الطلعه اخرى هنايا ما عرفتش واش هي هادي ولا لا. غادي نمشي من هنا نشوفوا هاد الخرجة هادي واش هي هاديك اللي تخرجنا ولا لا. نتمنوا يا ربي من هنا نخرجوا. ما تنساوش انكم تشجعوا اخوكم وحبيبكم مراد راسان، تشتركوا في القناه، تعطونا واحد لايك، تخليو لنا شي كومونتير يكون زوين بحالكم. وفي هنا هي الخرجه دابا. شوف المغاره فيها دخله من هنا ملعونه. المغاره ملعونه، الجو هما سماو عليها ملعونه غير هكاك، انا حتى عرفوها ملعونه. والله الا قسما بالله نسيت منين جيت، والله حتى نسيت. بالسلام يا بالسلام. ما عرفت بلا ما نخرجش معاها. شوف ما يمكنش. بسم الله الرحمن الرحيم. كلشي كيتشابه، كلشي كيتشابه، منين ما درت كنلقى داكشي كيتشابه. بالسلام يا